الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز المقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله العظيم. خدای تعالی دو قرآن سورة نمل آیت 82 دا بحث دابة الأرض که او حیوانا گو خدای تعالی ویش بنی عرده درخی گو علامت جئی قیامتی مزنا. وإذا وقع القول، خدای تعالی به وقت گو چیبونا و سوز گو خدای تعالی انسان مکه مشرک مکه را دابو گو وی قیامت را به اوش تمام انسان را وی عذاب وری و افتش به چه ببه اب علامتها تبوی ورنجی اخرجنا لهم دابت من الارض. خدا به مدر خس جوا انسان را حیوانک جبنی عرده یا حیوانک گوش بنی عرده درکت گوش دیرت بجن دابت الارض تکلیمهم اب حیوانها انسان را دشتغلی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون. اب حیوان جوارت بیجه به محقق انسان هبون با آیت ما باوری و یقینی ندانید. یعنی من مگوتی بی آیاتنا دورده یعنی حکایتا گوتنا خدا جل جلاله دکی. سمی معنی القول و مؤداه بالقول. هاتی نردان معنی قولی چتیگو قول دخوازه او چیه و هو ما وعدو من قیام الساعتی والعذابی او تشتی گو هات بنا سوزدان به جرابونا قیامت و جعذاب خودی و وقوعه حصوله. وقوع مانا چیا؟ مانا چیبون و پیدبونا ویا و البراد و مقصد چیبونه مشارفت الساعت گوز قیامت علامت وی تفز ظاهر دبه و ظهور و اشراتها و شرط قیامت جش کرد بر و حین لا تنفع التوبتو و وقتی گو توبجی منفعت حود دی انسان ها اندی او مانا وقتی گو قیامت را بی. و دابت الارض الجساسة. دابت الارض چیا؟ جساسه. جساسه او جناب حیوانه کیا و او بیجی از جساسه مد روایتا تمیم داری دا او حیوانه هاد بی انا الجساسه. جا فی الحدیث دا حدیث دهاتیه ان طولها درجايا بأدابة الأرض 60 ذراعا 6 جنجا لا يدركها طالب ايغو مثلا بدي باي ناجي ايدا ولا يفوتها هارب ايغو جبر برا بيجي خلاص نابي. يعني ايغو بدي باي ناجي ايدا و ايغو جبر برا بي خلاص نابي. وروي هاتي رواية كنت بي لها اربع قوائم قوائم دی بیشوی دابت الارد را چار لنگیوی هنا و وزغبون و هنک موی چوچید و ریشون و موی مزن و جناحانی و دی پریوی هنا. اب روایت دکا و عن ابن جرید تی وصفیها لجه ابن جرید دی وصفی وی دابت الارد دا جریح جریح سیدا و عن ابن جریحین جریح وعن ابن جريج في وصفها وصف في دابة الأرض دوي وها بحثاري كتير قلت الراس سورين قلت سري دابة الأرض سري قايا وعين خنزير جاوي برازايا وقوي برازانا وأذن فيل ومثلا وقهيوي وقوي فيلانا وقرن أيود وقلوش ويشي وقوي أيودنا أيود وقو بيزيد دبه. ام بني رسيدة ولا ام منين يرتيها؟ وانا بلي ميتة الذكر من الاوعالي يعني يا دفها ايه تمام دفها نير تمام بلي وعنق نعامة وقركاوي شوكو يا طيلين نعامة ابي دبق سيدة دبق نعامة دبق وشي بلي دبق وشي وصدر اسد وسينقاوي ناكي وكو يا شيرة ولون نمر
رنگی ویناکی وکو یه پلنگا و خاصیرت و هرن و مثلا نوقا ویشی وکو یه پسیکیا و زنگو کپشن و دویش ایه؟ نابود کاوی وکو اره وکو مثلا زید عبدالله نوقا وی ازرم نوق و نابود اشغال بره من ها و زنگو کپشن و دویش وکو یه برانایا وخفوا بعيرا ومثلا أبي سمي ويجي وقو يدبهنا وما بين المفصلين نقبنا دحب مفصل ومفكي إسنا عشر ذراعا بزراع آدم عليه السلام دوازده ذراعا بزراع باب مي آدم عليه السلام كاكي ايوي بيباي نظام ايوي شقابونه بلي مثلا في شكري ابن جريج بحث دابة الأرض كريا ورؤيا وهاتي رواية كرنجي بلا تخرج إلا رأسها يعني در ناخي إلا قيشي سري خدر تخي ورأسها وسري ويجي يبلغ أعنان السماء دك هي حتى بلندايا آسمانا واي واي أو يبلغ الصحابة يا حتى دك هي عورا يعني سري خدر تخي سري ويهر قاسي بلندا وعن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه قال فيها در حقي قوتي فيها من كل لون قوتي في دابة الأرض در هر تشتي رنقاها وما بين قرنيها ونقبنا قلوشي بناكي فرسخ للراكبي وقناغة وقناغة كشش كيلومترا جي إنسانك سوارة يعني فرسخ شش كيلومترا مثل إنسانك سوار كو في هالي وعن الحسن رضي الله عنه حسن خداجي رازي بحسن بصري ويقولتيا لا يتم خروجها قولتيا تمام نابي دركتنا ويجبني عرضي إلا بعد ثلاثة أيام حتى صيروا تمام نبن درناك بيتر يعني فانكي سيدة يواش يواش درتي حتى يعني دركتنا ويبتمامي بيشتي سيروا يعني دركتنا وينا صيروا جا دوامتك حتى صيروا جنقدم تمامتي درناك بيتر وعن علي رضي الله عنه حزتي علي خداجي رضي الله عنه كلامك سيدة مرتك تقول ترينة سيدة مالي هنك زمان كي تقول ترينة ترينة نيشة دوامك مالي قلت حزتي علي خداجي رضي الله عنه قلت أنها تخرج ثلاثة أيام قلت سير وجاء يعني وقت ميعارد وقت سير وجاء ندفكري والناس ينظرون يعني إنسان جي ينظرون دميزين فلا يخرج إلا ثلثها در ناكبه إلا سيا يك يعني سيبا سي تصمات هي تصمت ذات كبه أساس بري الرواية أبا تشيلك دبا حزت الصالحة مالي ولا دباك وعبا يعني بني إسرائيليات أغلب بوك أهلو شبه دي كفر دا هون دابية يا دياويش كفر دا كدية أو بردانية كفر دا هون دابية دبك او داري راست وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل اش بيخنبري ما عليه الصلاة والسلام حديث هاتي اش بيخنبري ما هاتي برسكرين من اين تخرج الدابة وتي اب دابة الارض ويش كودر كذي فقال بيخنبري عليه الصلاة والسلام وتي من اعظم المساجد حرمة على الله ان جامعة مظن وقدري وقيمتي والباخذي هيا ويش بي جامية در كبه أو كي جانا يعني المسجد الحرام إجي جامية حرامي معلومة أن جامية الباخذي بقيمة أن يامزل مسجد الحرام وروي أنها تخرج ثلاثة خرجات وهذه رواية كرن بأنها أبدابة الأرض تخرج ويدر كبه ثلاثة خرجات سي جارة ويدر كبه يعني جارك ويدر كبي وزمان تيرا هري وندابي بي جارك ديد سويدر كبي وجارك ديد سجارة إذا بعد بيجد بتخرج بي أقصى اليمني الخوارة الجيرة يمني وجارك ديد كبي وثم تتكبر أقصى سيدة أي جوري جوري أقصى مانا أبعد سيدة أي جوري سيدة سيدة أقصى مانا أبعد أبعد بدوري بي سيدة مانا ويسي أقصى مانا أبعد بلي يعني لا أقصى يمني يعني أنجل يطبوي ها أقصى ما أنا أبعد مالي كرم قدام كله بيام
وثم تتكمنوا بين أرض دابة الأرض جخوون دات كي خد نشيري ثم تخرج بالبادية بين جاك دي الشولي تتكبي ثم تتكمنوا دهرا طويلا زمانك دريش دي سخوون دات كي خد نشيري فبين الناس في أعظم المساجد حرمة دبيد وقتا بو إنسان دي أنجام يا مزد بقدر حرمة وأكرمها على الله يا بو السحر ما خدبتي متى وقتي بو إنسان دوردنا فما يهولهم إلا خروجها وان أوكناكي يعني وان نات حول نترسان ايه وان نترسينا وان ناني وان ناحية فما يهولهم إلا خروجها وناطر سنة إلا دن كتناوي من بين الركني جركني مثلا بيتي يعني ركني يماني وركني الشمالي وهنا حزاء داري بني مخزوم لقال لتهمة خانية بني مخزوم عن يمين الخارجي من المسجد لآل راسي جامية أبيكو جامية داري أبيكو جامية داري كبه آلية منوية راسي بلي يعني دهما حزاء ركنه يمنية ملي ركنه يمنية فقوم يهربون قوم في وادي جدر ترسهن وقوم يقفون نظارة وقوم في جي يقفون نظارة يعني وي نوب البنداوي وكو تسكن النوبتي تقري ليد ميزين ملي وقيل قوتي تخرج من الصفا قوتي لا ولا أبدابة الأرض جيكريك الصفا يدت كفي ما 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 ركنك جي حاجة الصفا ومروة هنا بجيت جاي الصفا هي تبي أبدابة الأرض جودت كفي فتكلمهم بالعربية بلسان ذلق أبدابة الأرض بإنسان أراد يشتغله بعربي وبزمانك فصيح بزمانك بليغ فتقول هارب يجي أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون لمحقق إنسان هبل بآيات ما باوري يقيني نتاني يعني قبا أجي آياتك آياتي خديمة باور نذكرن قو أزيو يعني أن الناس كانوا لا يوقنون بخروجي إنسان هبل يقين نذكرن قو أزي دركبم وأزي هارو تشيبم لأن خروجها من الآيات شنكو دركتنا في دابة الأرض جيج آياتي خديها وتقول أب دابة الأرض بيجي ألا لعنة الله على الظالمين شيار ببن قلي إنسانا لعنة خدي لسر ظالمة بي بلي وعن السدي سدي قوتيا وتنورة تكلمه ببطلان الأديان كلها سوى دين الإسلام يعني اشتغاليها ويقول اشتغلي تكلمهم بإنسان را اشتغلي خبر دي ببطلان الأديان كلها بتمام دين بطال سوى دين الإسلام مش غير دين الإسلام يعني جقا دين دي قهنا بطال بوشن فايدة وانتنيا تبي معلومة لسر معنى آيتي إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وعن ابن عمر رضي الله عنه عبد الله قرى إمام عمر خدا جرازي بي ويقوتيا تستقبل المغرب قوتيا أف دابة الأرض بري خدي آلي غربي فتصرخ صرخة بدنقكي تنفذه يعني قويدي قلت وقويدي دلمش تكيدشي درباس بيجي وثم الدنك مغربي درباس يعني تجيت شو مغربي درباس بيجي جيتشي يعني وثم تستقبل المشرقة وبيرة ببيرة خدي آلي شرقي ثم الشام بيرة ببيرة خدي آلي شامي ثم اليمن بيرة ببيرة خدي آلي يمني فتفعل مثل ذلك عيني وكو بي جارة بيشي قيرينية كي تنجا كي تجي بويدة الدرباسكي والرؤية قوتي تخرج من أجيات وهاتي رواية كرنجي دبي أب دابة الأرض أجيات جياكي بني مكيهية دبي جبي جياي دتري تبي تمام ايوان رواية إذا كيجان
قدري روايات صحيحة أو أمزة. ورؤيا بين عيسى عليه السلام يطوف بالبيت، وهاتي روايات كرنجي بيش بين عيسى عليه السلام يطوف بالبيت بيد وقتا وحزت عيسى طواف بيتيت كي ومعه المسلمون ومسلمان جي قبيرنا استطلبوا الأرض بعرضها جهي تحتهم دبني واندا تحري كل قنديل عين وكو هجاندنا تشراي يعني تشرا تشاواد وقتي ولد هشي بالي دي تشيوتي عين وكو وي قنديل تضطرب الارض تحتهم تحرك القنديلين او يا عباره يا مشنه او حركه سريه يا مشنه يا مثلا تحتهم تحرك تضطرب تحرك القنديل يعني قلت أن تحرك القنديلي وقلت أن تحركوا عربة بكسري بصا خشة وقا سيما لو ايسي بغشة ولا النظام بلي أن يقول تحرك القنديلي بلي أمي داخل الزمان يعني ده وقت حضرت عيسى نازل دبات عردي أهوة شاقية يعني وقت حضرت عيسى عليه السلام طوافة بيتيتك ومسلمان جي بيرنا استطلبوا الأرض وعرض الحجي تحتهم دبني واندا تحرك القنديلي عيني وكو هجاندنا تشيلا اي قنديل بيتشاو وطيبلو تشيوتي عيني ولو عرض بني وادا حركات كي تشيوتي وينشق الصفا وتشيا الصفا يجي ولو تقلشي مما بالبي مما يلي المسعى آلي سعيبا تبي الصفا ومروة هيا بآلي سعيبا أو جياي صفاي ولو تشقتي يعني تقل شيء فتخرج الدابة من الصفا دبي بيجا أب دابة الأرض جبي صفاي درد كبير ومعها ببي دابة الأرض ريا عصا موسى داري حزت موسى عليه السلام وخاتم سليمان ومهرة حزت سليمان فتضرب المؤمن في مسجده دبي أب مثلا أب دابة الأرض المؤمنة تخيد جامية دا أو فيما بين عينيه في مسجدي سيدا سيدا في مسجدي أن يويد غادي سجودي أمي أجي سجدي دا بلي يعني المؤمنة الآلي أن يويد خيد بلي أو فيما بين عينيه ياجي نخبينا هذو جامي ويناكي بعسى موسى عليه السلام بداري حزتي موسى نخبينا هذو جامي ويناكي خيد فتنكتوا نكتة بيضاء بيقولوا الدمغات شيد بي يقولوا النقطة شيد بي بتجي يقولوا سبين يعني أو تشيبونا ويناك يجي وتجي بيجين سبيد بي فتفسو تلك النكتة في وجهه بلد بي أب نقطها ناك دروي بيدا حتى يضيء لها وجهه حتى روي بيتبيد قريد روي تسبيد بي ياجي او فتترك وجهه يا مثلا تركا وجهي ويناك او نقطة بشتي قوليت كبيت كي توامتكي كأنه كوكب دري روي ويناد بي وكو ستيركا قولو شوقب دي يعني ستير چا وقتي شعلت دي شوقب چيد بي روي ويناك يجي بجوه نقطة بي داري قولنا قبنا هر دو جابي تيدان ولو سبيد بي وتكتب بين عينيه مؤمنون وتين في ساندن نخبينا هردو جابي ويدا مؤمنون مؤمن تين في ساندن وتنكت الكافرة بجا مهري لأي كافر دخي بالخاتم في أنفه بمهري لبوزي ويد دي فتفش النكتة أو لدانا جي مهري بلاد بي حتى يسود لا وجهه حتى رويبي تفجي الرشد بي وتكتب بين عينيه كافر وتين بيساندن نقبين هردو جعبي ويدا كافر تين بيساندن يعني اي مؤمنة مؤمن تين بيساندن اي كافر اجي نابا جعبي وادا نابا هردو جعبي كافر تين بيساندن ورؤيا في فينا تجي قبول نابنا بلي ايشو ذاتا صون اوكا بلي ورؤيا فتجلو وجه المؤمن بالعصا بلي يعني دخوار دا دبي فتح له بلي يعني او دبي
وكوكو بيش تشيرني ريناكي او حتى يسود لها لها شرب حتى يسود لها قرشت بيجي لقاشي بي دابت لها نجد دابت جوين نكتة سيدة جوين نكتة فتفشو النكتة دو حتى يسود لها جوين نكتة دي تمام مالي يسود لها لها نا دابت لارده دجورا جي دجورا جي حتى يضيء لها لها نجد دابت لارده حتى دابت الأرض أولاك يشي وقوله ما أنا كنت نقطة جرا وجه سبيدك ويا وجه رشتك أو نقوله سبيد بي سبيد بي سبيد بي حتى وجه رجي ولو خياد بي تنبليد بي شو جرا خياد بي أنا جوين نقطة بلاد بي جوين نقطة تر رشت بي جوين نقطة جبروي يعني لها يعني أو أو بلي يعني منها أفا تفسوش خما هيا ولا أذن قيمون آتر كيبني روصاد بي جان نولو اه يعني جوي 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 نقطه نقطه فتفش النقطه وحتى يسود لها يعني جوي نقطه تبلد ما نكو راجب الضابطه باي راجب النقطه باي ماني يعني او النقطه اللي دخل جوي نقطه وجهي رشت باب وين نقطه وجهي سبيد اه عيني مصيا راس ذا بو دانغا onun yüzü yani dabatul arza simsiyah kesecek derecede يعني ايه يعني شو؟ بوك مديسة ايه يعني شو؟ دي روايته قرى دي روايته قرى ده دبات الارز ارز دبات الارز آسا إلى ملينين يزنو parlatacak انتارجنن burnunu da هجيش ايريه دي جو ده ملي ده لها راجبال دبات الارض يضيء لها وجهه و آجيرش حتى يسود لها أوجيش يعني ضابط الأرض ضابط الأرض روي ويش خورا رونيتك روي ويش خورا رشتك سينا أولو مش ضابط الأرض بإيجابي اللي خسني ناكتو ضابط الأرض كيبني رم سما ويري بارلميش كيبني رم كافر ويري رشف بي أما ويلي خسني بذي دمغي سبيد ورشت بها فتفشو النكتة فتفشو النكتة حتى النكتة يسود لها يعني الرشد كجلي ضابط الأرض راه وجهه وجه ذيك النقطة تتعبي جدا تمام إلى هذه ما يديك كاسنا بينا وقتها ضابط الأرض الرشد سبيب بدنا بلا كاسفي جناح بناعسة يا مثلا كتروبه قبول هذا الشيء نبوي تنابو البوري في الوقت يوصل يعني بينا او حيوان ظن انه هو امن قتل في الرشه ابو حيوان ترجمه يعني ايش من الترجمه بيجي ترجمه يعني ايش بلى يعني جهرك سيراوجي من اللي قال مش تبع جهرك سيراوجي كافري رشد به ارت من من كافر تبي كافر يعني بنابي هم دو ارت غازي بيو من اول بي كافر وبي من اي كافر كفر قبل كيم من ايمان قبل كيف يعني وسند انسان شو اي زمان بلو عشق ليش مغرب دا يجاد كذا شو تكينا من عندي لازم تبدل من كافر دمي بلي وروي فتج فتح فتجلو وجه المؤمن بالعصا يا فتحلو وجه المؤمن بعصاي او يا سبيد بي وتحتم انف الكافر بالخاتم و بوزي كافر يجي بوي مثل لدانا دار بلدان بلدانا مهرا حزتي سليمان ويناكي مثلا زي بجم رشت بي تعطي محطم سيدة ما نشكاندنا أبي يجي فتجلو يا فتحلو فتحلو يا فتجلو جي يعني روي وي وصا بارلات مشتك روي وي جيلاتك روي وي سوسلا مشتك أبوي معنى يا بلي بلي وسما تقول لهم غير أبدا بدو الأرض جوارت بيجي يا فلان يا فلان كس انت من اهل الجنه تج اهل جنتي ويا فلان يا فلان كس انت من اهل النار تج اهل جهنم تج اهل اجري يعني بيشيكو مثلا بجمع عصا نقبنا هردو تشابي من الدين من تن بيساند وروي بيناك سبيد بي نقطه كليت كبيره تولو تام اوت بي ودنابا هردو تشابي ويدا من تن بيساند و ای کافری جوی مهرل پوزه وینا ده پوزه چکه اوت که خراد که و روی وینا رشت به حتی گو مثلا
سر آنیاوی نقبنا هدو چاوی کافر تین نیساندن و قریا تکلیمهم وی شکلی جی یعنی من الکلمی و هو الجرح یعنی تکلیمهم گوش کنگیش کلمه تی و کلجی مانا جرح مانا بریندار کرن اولو جی حاطی خوندن و المراد به الوسم بالعصا مقصد به وی بریندار کرنه الوسم بالعصا داغدانا بوی دار حضرت موسی والخاتمی و گمسه زی بجن بهره حضرت سلیمان اولو روی داغدانا ای کافره ويجوز درست أن يكون تكلمهم وأف تكلمهم من الكلم أيضا ديشش كلمة وري هنجي ويوعدي على معنى التكثير يعني معنى فربونا معنى زحف قوت أودكي يقال قو معنى تكثير تي قو تكلمهش كلمة بي قو بلي قو فلان مكلم يعني فلان كس زحف بلندارة أي مجرح يعني بلند زحف لهات يكرم ويجوز درسته أن يستدل بالتخفيف قو مثلا زي بجم بيشدجي وليوكر على أن المراد بالتكليم التجريح إنك مقصد تكليمي ما نابل إن تجريح نجرح يعني سيدا ويجوز أن يستدل بالتخفيف والتكليمهم دبي دريبينك على أن المراد بالتكليم التجريح تكلمهم جي مراد بيتية كما فسر بسواء تفسير كرنت مشكل لنحرقنه مثلا زي بجم خدا قلتي اميوان شبكن اميوان بالشوطين اذا بقراءة علي رضي الله عنه وحزت علي ام لنحرقنه لنحرقنه غنديا يعني بتخفيف اه تخفيفي بلي يعني مثلا تدي يعني بي بيش هذا خوندي وهم جيجي وان يستدل بقراءة ابين ابين يكون كام جي قم مثلا قراءتي بيجي دليل بلي يعني دليل وين اجابة سيدا او نانا وان يستدل بقراءة ابين تنبئهم بلي تنبئهم بلي اوجي اوجي وقع يعني لسر دليل تكلمون بتخفيف ولا خندنا بلي انا وبالي دوام كيت في قوي بيشي هم جوا بقيراتي ابن مسعود وقيراتي ابن مسعود جي قو دليل هاتي دانشي قو تكلمهم بأن الناس على أنه من الكلام ويوالي قو تكلموش كلامي نش تكلمي نش كلمي بدا سيئاً دعايات وأن يستدل بقراءة أبين لتنبي أنهم نبا خبر أيها الخبر دانا وتكلمهم جي أو جي خبر دانا أبيا يجنك دليل أو تكلمهم علامات دلالات السر خبر دانا لك يا تكلمهم أبيا داد السر بلينك يا ورحص يعني وقتش تكلمي وش كلمي انك معنا تجريح وجرح وقت يقول مثلا زي بجم اللي تكلموا به على انه من الكلام يعني يا ابو ورا يا ابو انسان على خبر ده يا جي يعني انسان على خبر ده يا جي انسان بريندار بقى بهر معناه ايش ده والقراءة بان مكسورة يعني بان مثلا بان الناس بان الناس بان مكسورة جهاتيا أو جوي وعدي حكاية لقول الداغتي يعني قو مثلا حكاية قوتنا قو أفضابة الأرض بيشي هنك يوعدي بإنه مكسورة ياجي إما لأن الكلام بمعنى القول إذا عبارة هو من عجبة القراءة بإن مكسورتان القراءة حكاية لقول الداغتي بلي حكاية أنا ليش قولوا والقراءة بإن مكسورة حكاية لقول الدابتي بني حكاية حكاية لا حكاية يا حكاية والقراءة أو يا رب يا نشبه كده نوصى يعني وحكي حكاية لقول الدابتي
لأن الكلام بمعنى القول ياجي أما بيجي الكلام تفرد ما أنا تشيء ما أنا قول ما أنا خبر أنا ياجي أو بإضمار القول يا أما بيجي مثلا قول ويدري تشيء مقدرة تقديرية أي تقول الدابة ذلك يعني دابة هذا بيجي يعني بما أنا خبر دان وياجي ما أمي إضمار أمي قولي مقدر يعني كو إن بس يعني أو هي حكاية لقوله تعالى عند ذلك ملي يعني كو إن ب ملي كو إن ب دبا جملة يعني جملة جي دبا مقولة قولي مقولة قولي بلي يعني مقولة قولي كو جملتي إجا يا أمي بيجن كلام بمعنى قولة ياجي أمي قولي مقدر بكنا ياجي أو هي حكاية لقوله تعالى عند ذلك يا نقوتنا دابتيا بل كي حكايتها قوتنا خدايا قوت بيجي فإن قلت إذا كانت حكاية لقول الدابتي بأقر قوت بيجي سوري كهالو مثلا إذا كانت حكاية لقول الدابتي وقت قوان بيجين قوتنا دابتيا فكيف تقول بآياتنا قوتي آياتي ما مثلا دابتيا كم ومثلا جمع آنيا قلت بزي ببيجي قول آيات يعني بلي كيسي الله تعالى آيات تيب قدانة وآيات دابتي نابة إجاك أجاك قراءات إنا بكل مقولة قالي دابتي إجا آيات شوات بلي دابتي أرسل بخبر البابكا مش خلطر بناك يدبيجي دبي قلت وزي بيجي قولها حكات لقول الله تعالى يعني قوتنا وينا قوتنا دابتي حكايتاش قوتنا خدايا أوي وعدي نجي مسج بورو قوتي يعني بآيات يعني حكاية ما يعني مقصود به حكاية خدا آيات من يفادل بلي آيات خدات من يفادل ياجي أو على معنى بآيات ربنا مضافة مقدرة يعني مضافة البيت آياتية أو كي مقدر دكي يعني سر معنى بو آياتي ربي منا أبو مثلا أبدا بجي آياتي جي فضيها أو لإختصاصها بالله يا خاص بنا وناك بآياتي بخدي يعني خاص بخدي بآيات وأثرتها عنده واختيار كنا وناك بخدي تشيكيا خلقان ديا كدوان كسي دورة معنى وأنها من خواص خلقين وأثرت مخاري مجزي في الميزي ألا سرت البقية من الشيء المختبر وأثرتها عنده وجي أثري بآياتها لكن البخدة وأنها من خواص خلقه وقو أب آيات جي أب آيات دابت جي خواص خلق خد مخلوق خدية إذا أضافت آيات الله إلى نفسها إذا يعني إضافة آيات آيات خدية دابا نفسها خبا يعني زاني شو أجد يا زلام يعني أبيا وصل وصل با خواص مخلوق خدية يعني وصل با خدية قيمتها ويبرة يعني مثلا أمبيجن جو وكي ملائكة مقربة اي نيزي خدايا اندي تديه ام بين مثلا حاشيام سلطان دبي ام اوادمين حال سلطان وصادمين حال سلطان وصادمين ايجا في ام وصادمين يعني بالنسبة بحسب كو سلطان قوتي او يلسر حساب السلطان لسر دبي سلطان لسر قوتنا السلطان او يتشتي دبين ام وصادمين حال يعني سلطان بيجي كما يقول بعض خاصة الملكي بيتشاوى هنك جا خاصة ايقو دائما لجباتا ملكينا ونزيكي ملكينا دبيجن خيلنا وبلادنا بحسب ما وباجار ما حسب اي ملوك وباجاش اي ملوك بباجار ما وحسب ما يعني جبوكو وإنما هي خيل مولاه وبلاده اي سيدي وينا يد بجد بتشد بإيمة إيش بقول نزي ويا البالية بكلمة قلنا نشتي دمك يبيج بيجي أي شكل كوفيج قطية يعني آياتنا يعني
او لسر حسابي خدي دي بيجا يعني آيات خدي جبك أبيج خواصي خدي بلي ومن قرأ بالفتح ايكو مثلا بجد بأن فتحي بخين فعلى حسب الجاري انك يو عدي حرفات جري مثلا زي بجم دبنا حسبي يعني اي تكلمهم بأن مثلا بي بي هاي تقيلاتي مدام بي تصويرية يعني ايش ما بحثها حسب عملك يعني دي ماكي هنا بجي تقيلاتنا انت مدى تنى تنى سيدها تقيلاتي مدى بني اوان وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم ضابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآيات. أن الناس تمام بأن بلي. مالي. أشوفه مدقوق في قراءة. هذه قراءة يعني كما أمجن أن ورا خندرجي أم دبن كلام لسان حسب ضابة. أن ورا خندن هنكي حسب حسب جا حرف جر سر شوي حسب. يعني أنا إما أمجن حسب حرف جر سر هي بلي. بلي يعني أي تكلمهم بأن. مالي. أصابك الله في سيدنا محمد.